طبيعة العلاقة الأمريكية الإيرانية هي في الحقيقة آخذة بين شد وجذب. أنا لست من أصحاب النظرية السياسية الذين يقولون أن إيران وأمريكا متطابقين في المصالح وأن العداء بينهما يعني ليس حقيقيا. هو أمريكا حاولت لفترة كثيرة أن تحول إيران من خصم إلى حليف، على اعتبار العلاقة التاريخية أن إيران كانت حليف دائم عبر التاريخ لأمريكا في العصر الحديث. ولكن أيضا أنا من الأصحاب الذين يقولون أن الخصومة بين إيران وأمريكا ليست عداء مطلق، ما زال لدى أمريكا وإيران أيضا طموح أن تكون إيران هي أحد الحلفاء. الفارق الجوهري أن إيران تريد أن تكون الحليف الرئيسي الأول لأمريكا، وأمريكا تريدها أن تكون حليف ضمن حلفاء. الولايات المتحدة ترى أنها يكون هذه المنطقة فيها أقطاب كثيرة وكل الخيوطهم، القطب العربي، القطب الإسرائيلي، القطب الإيراني، القطب الأمريكي، وأن كل هذه الأقطاب مرجعها أمريكا. إيران لا ترضى بهذه القسمة وتعتبرها قسمة ضيدة، تريد أن تكون هي الأولوية. عندما لم تستطع أن تأخذ أولوية الوكالة بدأت بالفعل تناوش أمريكا. يعني ما نراه من تشابكات إيرانية أمريكية هي حقيقية، وهو محاولة أخذ سيطرة. إيران ترى أنه بما أنها لن تكون الوكيل الحصري أو الرئيسي على الأقل، ستؤسس هي لهذه المنطقة أن تكون هي رأس الحربة وأنها القوة الرئيسية. تريد أن تضعف كل المحاور الموجودة في المنطقة، سواء المحور التركي، المحور العربي، والمحور الإسرائيلي، وتكون هي المتصدرة. ولذلك هي تنجح في ذلك عندما ابتنأت نظام المصدات. هذا النظام لا يوجد لا عند تركيا ولا عند العرب ولا عند إسرائيل. نظام المصدات هو النظام ناجح إيرانيا، بحيث أنه تحارب بالوكالة، تنشئ في العراق مصدا عراقيا، في اليمن مصدا يمنيا، في لبنان مصدا لبنانيا، ثم هي من الخلف تديرهم سياسيا وتدعمهم بالمال والسلاح. هذه المصدات تسهل عليها أن تحقق المصلحة الإيرانية على حساب المصالح الدولية الأخرى وعلى حساب المنطقة. يعني المتضرر الآن في البحر الأحمر ابتداء هي قناة السويس، أكثر تضررا ماليا، ثم بعد ذلك اليمن، ثم بعد ذلك الخليج، ثم بعد ذلك أمريكا والدول. الغير متضرر إطلاقا هي إسرائيل. إسرائيل لديها طرق بديلة، بحرية بديلة، ولديها آلاف الطرق. إذن هذا الخلل في البحر الأحمر هو لا يصيب إيران ولا إسرائيل، بل يصيب العرب ويصيب اليمنيين.